اخواتي انا صحفيه وعضوه نقابه. محمد البطاوي من اسره صحفيه معروفه، والده هو الاستاذ صابر احمد البطاوي نائب رئيس تحرير اخر ساعه عن مؤسسه اخبار اليوم. محمد ما سبقش له اي اعتقال وغير موجه له اي تهمه وغير مبرر ابدا اعتقاله. محمد الساعه 2:30 فجر يوم الاربعاء 17 يونيو تم كسر بوابه بيته واقتحام شقته واقتياده لمكان غير معلوم، مصادره اللابتوب بتاعه الخاص بيه وبزوجته وكتب الماجستير الخاصه بيه وبزوجته والاندكس الصحفي الخاص بيه. الطريف ان ضابط الامن الوطني لما لقى الاندكس اعتبر نفسه ان هو لقى الايه وقعد يفتش في الارقام وقال لمحمد قول لي بقى انت جمعيه شرعيه ولا يساري ولا اخوان مسلمين؟ فمحمد رد عليه وقال له انا صحفي. ومحمد انا بقول لكم صحفي حر، صحفي شريف، صحفي ومصري حر، ابن مؤسسه اخبار اليوم. وانا بقول للاستاذ ياسر رزق فين ابنك يا استاذ ياسر؟ فين ابنك يا استاذ ياسر؟ ابنك في مكان مش معروف لغايه دلوقتي، هو فين؟ زياده النقيب يحيى قلاش حاول كتير يعرف مكانه، الاستاذ محمود كامل حاول يعرف مكانه، والاستاذ خالد البلشي واعضاء النقابه حاولوا يعرفوا مكانه، مفيش اي مبرر ان محمد يكون في مكان غير معلوم. محمد طالبنا اكتر من مره الاجهزه السياديه يعرفونا ايه التهمه الموجهه ليه، ما كانش بيتم الرد علينا، عايزين نعرف بكل وضوح بكل صراحه ايه التهمه اللي تم توجيهها لمحمد صابر البطاوي الصحفي الحر ابن المؤسسة القومية أخبار اليوم من 2007 إلى الآن، بيشهد كل زمايله اللي موجودين من أخبار اليوم هنا بحسن الخلق وإن هو شخصية هادية جدا لدرجة إن هم قالوا عليه صوته ما بيتسمعش إلا همس، صوته ما بيتسمعش إلا همس. محمد ده هو إرهابي ولا متطرف علشان يتم حتى يعني احتجازه في مكان غير معلوم؟ إحنا مش عارفين محمد فين، إحنا مش عارفين محمد عايش ولا ميت، إحنا مش عارفين محمد دلوقتي بيتعذب ولا لأ، فين محمد؟ إحنا عايزين أخويا، أنا عايزة أخويا الصحفي، عايزة أخويا ابن الصحافة، ابن صاحبة الجلالة اللي دلوقتي بقى أولادها بذل ومهانة، أنا عايزة أخويا. النقاب الصحفيين أصدرت بيان بكامل هيئتها من النقيب بال 12 عضو بيؤكد على تهرب نقابة الصحفيين عن بالغ قلقها لاستمرار التحفظ على الزميل محمد صابر البطاوي الصحفي بجريدة أخبار اليوم، الذي ألقت قوات من قطاع الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية القبض عليه من منزله بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية فجر الأربعاء الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم. وتؤكد النقابة أنه رغم قيامها بالتواصل مع وزارة الداخلية على مدار الثلاثة أيام الماضية، إلا أنها لم تتلقى أي رد بخصوص الاتهامات الموجهة للزميل أو مكان احتجازه. وتطالب النقابة بسرعة الإفراج الفوري عنه، وتؤكد على حقها في معرفة الاتهامات الموجهة له وقانونية الإجراءات التي يتم اتخاذها معه، خاصة وأن استمرار احتجازه على هذا النحو يعد اختفاءً قسرياً يثير كثير من علامات الاستفهام ويعظم من قلقنا تجاه التصعيد ضد الصحفيين. كما تؤكد النقابة على اتخاذها كافة الوسائل الكفيلة بحماية حقوق الزميل، ومنها تقديم بلاغ للنائب العام حول ملابسات القبض عليه واحتجازه. الصحفيين من كل القطاعات الذين شاركوا في هذه الوقفة اللي بتؤكد ان الهجمة التي يتعرض لها الصحفيون ليست يعني مقصورة على صحفيين معارضين او غيره، وان الصحافة المصرية صحافة شريفة. يعني البعض بيتهمنا ان احنا في الصحف المسماة بالقومية بان احنا موالين للحكومة وان احنا يعني جبناء وخانعين والى غير ذلك من الالفاظ، وهذا غير صحيح بدليل تغيير محمد صابر وبدليل وقوف الاخوه الحمد لله رب العالمين يعني في 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 المؤسسه الصحفيه في اخبار اليوم خلف محمد صابر. الحقيقه اللي تم بالنسبه لاعتقال محمد صابر انا كنت حاضر وكنت شاهد عليه، الذي تم مخالف لكل الاعراف القانونيه ولكل الوسائل المعهوده في تفتيش البيوت، تم كسر البيت بوابه البيت والدخول، تم ترويع والدته واخواته ويعني بصوره بشعه، وتم العبث بمحتويات الشقه واخذ كل ما هو يعني يعثرون عليه، حتى يعني الاوراق الخاصه برساله الماجستير الخاصه بزوجته وخاصه به والكتب تم اخذها، ولا نعلم ما يعني يعني الى يعني هل حرزت هذه الاشياء او الاشياء ديت هل هي اللي هتبقى مقدمه ولا هيتم اضافه اشياء ليها او ايه؟ ما نعرفش الحقيقه. في الواقع يعني احنا يعني الحمد لله رب العالمين، انا بشكر الزملاء واطالب بالافراج عن محمد وعن كل صحفي زميل من اي اتجاه، طالب يعني بعوده كل الزملاء خلف السجون الزملاء الصحفيين، وان شاء الله باذن الله نسال الله سبحانه وتعالى السلامه لمصر.
أهل مصر، وأشكر كل إخواني، أشكر أخي وزميلي الأستاذ ياسر رزق لما بذله في الحقيقة يعني شهادة حق، يعني لا تملق ولا نفاق. اتصل بي وقال لي ده محمد ابني يا صابر ما تحملش هم، أخوي عادل دنبال اتصل بي كذلك، كل الإخوة رؤساء التحرير أخي محمد عبد الحافظ رئيس التحرير آخر ساعة، أستاذ سناء رص مدير التحرير، كل الإخوان تعاطفوا معي وتعاطفوا معنا وتفهموا ملابسات موضوع محمد، وعرفوا أنه هو مظلوم، وأن الذي تعرض له محمد يعني ليس له أي مبرر لا من قانون ولا من سياسة ولا من أي شيء. مرة أخيرة شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. صابر أحمد إبراهيم البطاوي، صحفي نائب رئيس تحرير آخر ساعة، بأخبار اليوم. والد محمد صابر أحمد البطاوي، يعني أنا كنت موجود ليلة القبض على محمد، جت مجموعة المدام الحاجة يعني أم محمد صحتني وقالت لي أنهم ما حسيتش الحقيقة أنهم يعني إيه، لكن هي يعني حست أنهم كسروا البوابة. بعد كده لقيتها فعلا البوابة مكسورة، وقالت تقريبا إيه جايين ياخدوا حد. أنا ساكن في الدور الأولاني، بعد كده فاطمة بنتي في الدور الثاني، وبعدين محمد في الدور الثالث. طلعت عند محمد لقيته واقف معاه، كان لسه كان تقريبا كان بياخد دش او كده، هو بالبشكير بتاعه. الضابط اللي كان موجود البس البس البس، فقال له انا بلبس اهوت، يعني لو سمحت بس يودي وشك الناحيه الثانيه عشان خاطر البس يعني. فالمهم فعلا ايه محمد لبس، وهم كان عمال بيفتش في ايه في كل محتويات كل حاجه ايه ياخدها، ايه الكتب ديت انت اخوان، دي كتب بتاعه اطفال، دي بتاعه الماجستير بتاعت ايه بتاعه مراتي. لم خد اثنين لابتوب، تليفونات المحمولة، لما أوراق كتيرة كانت موجودة. أنت حضرتك مين؟ أنا سألته قال لي أنا المقدم محمود عبد الله إسماعيل من الأمن الوطني من القاهرة. يعني الحقيقة أنا أشهد إن هم كانوا مهذبين، يعني لا كسروا حاجة ولا قطعوا حاجة، يعني زي ما يعني ما كانوا مثلا بيتقال إن هم بيقطعوا المراتب، بيكسروا النيش، بيكسروا الحواض، لا ما كسروش حاجة الحقيقة. يعني لم شوية حاجات، خد بعض الكتب الخاصة برسالة الماجستير بتاعت زوجة محمد، وبعض الكتب الأخرى الخاصة برضو برسالة ماجستير محمد، وانصرفوا يعني من يعني انصرفوا، لا في حد شتم ولا كان في ألفاظ نابية ولا أي شيء يعني. طيب أنا أسأل عليه فين؟ قال لي أسأل عليه في مركز شرطة الطوخ. ومن يوميها وأنا ما بعرفش، مش عارف مكانه فين. الحقيقة اتصل بي الزميل الأستاذ ياسر رزق يعني مشكورا، وقال لي يا صابر ما تقلقش، لما عرف يعني محمد ده ابني ودي قضيته وقضيتنا احنا كلنا، احنا عارفين محمد. أنا محمد طبعا معروف لدى الأستاذ ياسر رزق شخصيا يعني، وإن كان عتب عليه في وقت من الأوقات إن هو يعني كانت له كتابات على الفيسبوك ما كانتش يعني إيه بترضيه أو كده، فمحمد يعني وعده بإن هو يعني إن شاء الله يلتزم، ومن ساعتها محمد التزم يعني. إن هو كان يكتب مثلا كتابات معينة بيراها البعض إنها ضد البلد أو كلام من ده، محمد التزم يعني، وفضل يعني إيه الحمد لله ما بينه وما بين زملائه يعني هو ما يعني يتمتع بسمعة طيبة وبسمعة جيدة يعني. الإخوة كلهم الحقيقة تعاطفوا يعني، كل الجماعة الصحفية كل اللي بعرفهم الحمد لله. أنا قديم يعني في الصحافة، أنا من سنة 82.